مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Army of the Thieves. الفيلم بيبدأ بسباستيان وهو بيعمل فيديو بينشره على النت، وبيحكي في الفيديو عن قصة راجل اسمه هانز فاكنز، وده يبقى مصمم خزن وصانع أقفال في ميونخ. عمل سلسلة مكونة من 4 خزن، وكل واحدة منهم ليها اسم، الأولى رايان جولد، والتانية فالكيري، والتانية سيكفيرد، والرابعة جوترا ميدرينج المعروفة بغسق الآلهة. وكل الأقفال في الخزنة مصممة بشكل ألغاز، وفي أسطورة بتقول إن أي حد هيحاول يفتح الخزن دي بالقوة الخزنة محتواها هيتحرق والخزنة هتتقفل للأبد. وعمل خزنة أخيرة وقفلها على نفسه ومات جواها، لأنه كان عنده اكتئاب بسبب موت مراته وابنه. فلما مات جواها الناس اعتبروها قبره ورموها في المحيط، وبكده بيفضل 3 خزن موجودة لغاية دلوقتي بيترمموا معروف أماكنهم. أما الخزنة الرابعة محدش يعرف عنها حاجة. وبعد ما بيخلص سباستيان الفيديو بيشوف المتابعين بتوعه، بس ما بيبقاش عنده أي متابعين لمحتواه. بعدها بيروح على شغله اللي شايفه غبي وروتيني. في فترة الراحة بيفتح القناة بتاعته وبيلاقي إن في حد تابعه وعمل له تعليق على الفيديو الأخير، وكتب له فيه إنه لو شايف نفسه بارع في فتح الخزن يروح على عنوان معين. فبيستنى بالليل وبيروح على العنوان اللي كان مكتوب في التعليق، وبيقول لحارس المكان كلمة السر. بيبقى متوتر، ولما بيدخل بيحاول يفهم فيه ايه. فجأة بيلاقي نفسه في مسابقة لفتح الخزن وبيقدر يعدي الجولة الأولى، وبيبقى من الأربعة المتسابقين اللي ترشحوا للجولة التانية، وبيقدر يكسب الجولة هو متسابق تاني، وبيوصل للجولة الأخيرة. بيبقى قدامه 3 دقايق عشان يفتح الخزنة، فبيحط إيده على باب الخزنة عشان يعرف نوعية تقفلها والتروس اللي جواها، وبينجح في آخر الوقت إنه يفتح الخزنة بسهولة. الكل بيبقى فرحان بيه وبيسقفوله، بس بتلفت نظره بنت اسمها جوين. بيتكلم عنها وبيقول ما كانش يعرف إنها هتغير حياته، وإنها حرامية محترفة لدرجة إنها أول مرة تسرق كان عندها 6 سنين، وسرقت أول عربية لما كان عندها 17 سنة ومطلوبة في الإنتربول. بيرجع سباستيان للمسابقة وبيقول إن في الوقت ده ما كانش يعرف عنها أي حاجة حتى اسمها. وتاني يوم الصبح بيروح سباستيان يمارس يوم الروتيني، وبيروح يجيب قهوة قبل ما يوصل للشغل، فبيلاقي جوين وراه وبيتخض منها. ساعتها جوين بتعرفه بنفسها وبتقوله إنها مراقباه من فترة كبيرة، وإن هي اللي كتبت التعليق على الفيديو بتاعه. بيقعدوا سوا وبتقوله إنها حرامية مجوهرات، وإن العصابة بتاعتها محتاجة عبقرية سباستيان في فتح الخزن عشان عاوزين يفتحوا خزن هاينز الثلاثة، وإن ده الوقت المناسب لسرقة الخزن لأنهم هيتنقلوا خلال 3 أيام بسبب الفيروس المنتشر في العالم اللي بيحول الناس لزومبي. قبل ما جوين تمشي بتسيبه يفكر، وبتسيب له عنوان عشان لو وافق إنه ينضم للعصابة. سباستيان بيفكر كتير في طلب جوين، وفي الآخر بيقرر يبقى جزء من العصابة وبيروح للعنوان اللي سابته له. وهناك بيقابل العصابة وبيعرف مهام كل واحد منهم، كوالينا ودي مهمتها اختراق أنظمة الأمن والتقنيات، وبيقابل رولف اللي بتبقى مهمته السواقة، وأخيراً براد كيج بيبقى جاي معاهم كده ملوش لازمة. لما بيقعد سباستيان معاهم كولينا بتبدأ تشرح لهم الخطة، وبتقول لهم إن الخزنة الأولى رايان جولد موجودة في فرنسا وهيبتدوا بيها لأنها أسهل واحدة في الـ3 خزن، وبعدها خزنة فالكيري الموجودة في التشيك، والأخيرة والأصعب هي خزنة سيكفيرد في سويسرا. بتكمل كولينا عرض المعلومات وبتقول لهم إن الخزن دول بيمتلكهم ملياردير اسمه تاناكا، وبسرعة العصابة بتتحرك لفرنسا عشان يبتدوا مهمتهم الأولى مع خزنة رايان جولد. والخطة بتاعتهم إن سباستيان يدخل الحمام اللي في البنك، وده بيبقى متعارف عليه إن معظم الناس بتستخدم البنك لدخول الحمام وبس. بعدها بتروح جوين وهي شايلة حاجات كتير وبتطلب من حارس الأمن يساعدها، فبتسرق منه المفاتيح. ولما بتدخل جوين البنك بتستخدم اسم غير اسمها، وبتطلب من الموظفة إنها تروح لخزنة الإيداع بتاعتها في البنك. بعدها بتدخل كولينا وبتطلب من موظف الاستقبال حد بيتكلم إنجليزي، فبيطلبوا الموظفة اللي مع جوين عشان هي الوحيدة اللي بتتكلم إنجليزي، وساعتها بتقدر جوين تروح لسباستيان الحمام وتاخده لمكان الرايان جولد. وأول ما سباستيان بيشوف الرايان جولد بينبهر وبيفضل يحكي قصتها، فجوين بتتعصب وبتقوله إن الوقت ضيق، بس سباستيان بيكمل في الحكي وبيمشي بسرد القصة عشان يعرف يحط إيده على الخزنة في الأماكن الصح. كل ده لأنه عاوز يفهم نظام الإقفال والتروس، وفعلاً لما بينتهي من حكي القصة بينجح إنه يفتح الخزنة. جوين بتفرح جداً وبتبدأ تحط الفلوس في الشنطة وبيخرجوا من البنك بسهولة، وبكده بيبقى فاضل مهمتين.
في الوقت ده شرطي في الانتربول اسمه ديل كوا بيعرف بخصوص السرقة اللي حصلت لرايان جولد، وبيعرف من تفريغ الكاميرات ان جوين وعصابتها هم اللي سرقوها، وبيستنتج انهم هيكملوا في سرقة سلسلة خزائن هانز، فبيقرر يمشي وراهم عشان يقبض عليهم. والكل بيستغرب اهتمام ديل كوا بالعصابة دي لانهم مكلفين بحل مشكلة الفيروس الموجود في امريكا. في الوقت ده جوين والعصابة بيحتفلوا بنجاح اول عملية ليهم، وكلنا بتلاحظ اعجاب سباستيان بجوين، فبتقوله انها مرتبطة ببراد من سنين وهو اللي دخلها مجال السرقة. فبيروح سباستيان لجوين وبيتكلموا شوية، وبيعرف منها ان هي وبراد ما بينهم مشاكل كتير، وبتقوله انها هتسافر امريكا بعد ما يخلصوا عمليتين السرقة الفاضلين. والصبح العصابة بتروح تنفذ المهمة التانية، والانتربول بيبقى مستنيهم هناك، والعصابة بتبقى متوترة بسبب ان براد بيعامل سباستيان وحش. بيدخل سباستيان البنك على انه محاسب وبينجح في الدخول عشان كولينا بتساعده في اختراق النظام الامني للبنك، بس الاتصال ما بينهم بيتقطع وسباستيان بيبقى محتار، فبيدخل اوضة عليها امن مشدد، والامن بيلاحظ وجوده على الكاميرات. في الوقت ده سباستيان بيقابل جوين في الاسانسير، وبيقدروا انهم يوصلوا لخزنة فالكيري، بس بيبقى عليها 3 حراس امن. جوين لما بتشوفهم بتضربهم باحترافية، وبيروح سباستيان يفتح الخزنة وبيعمل الطقوس بتاعته فحكي قصة الخزنة. في الوقت ده أمن البنك بيحس بخطر فبيقفلوا أبواب البنك، فبيبدأ براد ينفذ الخطة البديلة وهي إنه هيدخل البنك ويعمل عملية سطو عشان يشتت الانتباه عن جوين وسباستيان. الانتربول في الوقت ده بيقتحم البنك، بس بيكتشفوا إنهم في البنك القديم اللي كان فيه الخزنة، وبينجح سباستيان يفتح الخزنة وبيخرجوا من البنك بفضل الفوضى اللي عملها براد. وبراد بيحاول هو كمان يخرج، بس بيلاقي حارس أمن قدامه وبيفضلوا يضربوا على بعض. بيهرب براد منه وبيضربوا الحارس برصاصة بتيجي في دراعه. بيجري سباستيان ورا عربيتهم عشان يركبوا، فبراد بيمسك جوان يدخلها العربية وبيسيب سباستيان يقع وبيسيبوه وبيمشوا. وفي الوقت ده سباستيان بيبقى مطارد من الانتربول والشرطة، وبيفضل يهرب منهم بعجلة سرقها، وبعد كتير بيقدر يهرب منهم. كولينا بتطمنهم ان سباستيان لسه ما اتقبضش عليه عشان مفيش اي اخبار. وفي الوقت ده براد بيلوم جوين انها زعلانه، لان خطتهم من الاول انهم يخلصوا من سباستيان بعد تنفيذ العمليات الثلاثه، بس جوين بتقول لبراد خطتهم كانت الانفصال عنه مش يرموه للشرطه، وبتطلب من رولف يوقف العربيه عشان تنزل منها. فبراد بيحاول يهديها، بس بتقول انها ما بقتش تحبه ولا عاوزه تبقى معاه، وبتنط من العربية وبتمشي بعيد عنهم. جوين بتلاقي إن العربية وقفت وكولينا بتنضم لها، وبتسيب رولف وبراد وما بيبقوش عارفين هم رايحين فين. في نفس الوقت بيوصل سباستيان لبيته، لما بيدخل ما بيبقاش واخد باله إن كولينا وجوين قاعدين جوه، بيستنوا يبقى قدامهم، وساعتها كولينا بتخضه. بعدها جوين بتعتذر له عن اللي حصل وبتقوله إنها واثقة فيه حتى لو هو ما بقاش واثق فيها، وبتعرفوا انهم هينفذوا العملية الثالثة لوحدهم من غير براد ورولف، وسباستيان بيوافق. بالليل ديل كوا بيدور ورا سباستيان وبيلاقي الفيديو بتاعه على اليوتيوب، فبيفهم انه مش مجرم. والصبح بيتحركوا التلاتة لسويسرا، والانتربول بيبقى مستني يقبض عليهم خلال الثمان ساعات الجايين قبل ميعاد نقل الخزنة. وبيقدر خبير تقني مع الانتربول يخترق اجهزة العصابة، وبيعرفوا انهم هيهجموا على الكازينو الساعة 5 الصبح. الانتربول بيهجم على الكازينو الساعة 5 فعلا، بس بيلاقوا ان مديرة الكازينو مستنياهم وعارفة بوجودهم بسبب مكالمتهم امبارح اللي طلبوا فيها من ادارة الكازينو انهم يعجلوا بميعاد نقل الخزنة، وان الخزنة اتنقلت من 30 دقيقة. بيفهم ديل كوا ان العصابة نفذت خطتها من 8 ساعات، وان الكلام اللي سمعوه كان ضمن الخطة، وان جوين سرقت العربية اللي هتنقل فيها الخزنة. فالانتربول بيروحوا يلحقوهم. براد ورولف بيبقوا قدام الكازينو، وبيعرفوا ان جوين وكولينا نفذوا خطه تانيه وسبقوهم. وبتعرف كولينا ان براد موجود وبيدور على جوين من موقع موبايلها، فبتنزل كولينا من العربيه عشان تحتوي الموقف، بس رولف بيتحرك بالعربيه ومش بتعرف تلحقهم. وفي الوقت ده بتبعت كولينا رساله لجوين بتقول لها يهربوا، والانتربول بيقبض على كولينا وبيهددوها باخوها الصغير لو ما اعترفتش، فبتضطر تتعاون معاهم. سباستيان بيبقى قرب يفتح الخزنه، وبالصدفه بينجح، بياخدوا الفلوس، وقبل ما يهربوا بيلاقوا براد ورولف جم عليهم. براد بيهدد جوين بالمسدس بتاعه وبينشن على سباستيان، ولما بيدوس على الزناد جوين بتقول له انها بوظت المسدس بتاعه عشان كانت خايفه عليه، وبتطلع المسدس اللي معاها وبتهدده هو ورولف وبتربطهم في العربيه.
بعدها بتاخد عربية براد وبتهرب بيها هي وسباستيان. الانتربول بيبقى وصل لمكان براد ورولف وبيقبضوا عليهم، وفي الطريق بيعترف سباستيان لجوين انه بيحبها، وهي كمان بتقوله انها بتحبه، وبيوصلوا للمركب اللي هيهربوا بيه على امريكا. بس ديلكوا بيبقى عارف يوصل لهم وبيهددهم، بس جوين بتتفاوض معاه وبتقوله يسيب سباستيان ويقبض عليها هي، وبيوافق ديلكوا. بتطمن سباستيان وبتقوله انها هتوصله لما تخرج من السجن، وفعلا سباستيان بياخد المركب وبيهرب على امريكا. وبعد وقت طويل بنشوفه بيشتغل في محل اقفال، وفي يوم بيجيله ناس عاوزينه يفتح الخزنة الرابعة اللي ما كانش حد لقيها، فبيوافق سباستيان عشان بيفهم ان جوين خرجت من السجن واخيرا هيقابلها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهات اكتر.